في يوم من أيام القرن الثاني عشر، شاءت الأقدار أن يتعرض أحد السجناء في سيق الليل للحبس حتى الموت في وسط برميل بدون أكل ولا شرب. ونحبكم تتخيلوا معايا المشهد. البلاصة ضيقة والسجين المخنوق قاعد في وسط البرميل مرعوب ويتألم من شدة الجوع، وبالقدرة قاعد يتنفس من فتحة صغيرة موجودة في البرميل، نفس الفتحة اللي كانت تغطيها عين شخص يخزر بفضول وترقب شديد كأنه يستنى في حدث عظيم باش يصير في أي لحظة. السيد هذا كان فريدريك الثاني ملك سيق الليل، واللي كان مشهور تجاربه الوحشية على السجناء. ونهار اللي حط فريدريك السجين في البرميل، كان يعتقد انه روحه كي تطلع من جسمه باش تبقى محبوسة في وسط البرميل، وهكا ينجم هو يشوفها ويعرف شكلها ويكتشف طريقة طلوعها من الجسد. ما فما حد يعرف قديش من يوم بقى سجين في البرميل قبل ما يموت وتطلع روحه، لكن الأكيد أنه مات في النهاية وطلعت روحه من غير ما يشوفها فريدريك، وإلا حتى يكتشف ويدرس طريقة خروجها. لكن الغريب في الموضوع أنه فريدريك ما هوش الوحيد المهبوس بتجارب الروح. في 11 مارس 1907 خرج خبر في صحيفة نيويورك تايمز وانتشر كالنار في الهشيم وعمل ضجة كبيرة بين الناس. الخبر يقول انه فما شخص اقدر يوزن الروح، وقال انه وزن الروح 21 جرام. الشخص اللي وصل للوزن هذا ما كانش مجنون وإلا تنبأ به من فراغ. الشخص هذا كان طبيب أمريكي معروف وأجرى واحدة من أغرب التجارب البشرية، وكان على وشك أنه يصورها حتى لولا أنه فما شيء عظيم منعه من أنه يكمل تجربته. لكن قبل ما نعرفه شنية قصة السيد هذا وكيفاش قدر يوزن الروح، ما تنسوش الاشتراك معنا في القناة وخاصة تفعيل الجرس باش توصلك قصصنا المميزة أول ما تهبط على القناة، وخليك معايا لآخر الفيديو. البشر وعلى مر العصور كانوا يبحثوا على جواب السؤال حير البشرية جمعاء، وحتى مع التقدم العلمي اللي وصلنا له اليوم ما نجم حتى حد يوصل الإجابة. إجابة السؤال ماذا يحصل للروح بعد الموت؟ السؤال هذا خلى كثير من العلماء يقوموا بتجارب مريبة للحصول على جواب. الكلهم بحثوا على جواب من شأنه يخفف من الخوف، لأنه تجربة الموت تعتبر مجهولة. خاطر باختصار ما فماش شكون مات وش بعموت وبعد رجعت له الحياة وحكينا على اللي صار له في هالتجربة. في واحدة من حوادث القطارات في أمريكا كانت آخر كلمة السائق للمسعفين قبل ما يموت إنه ما هوش يشوف فيهم وما هو يشوف كان في نور ساطع. برشا أشخاص كانوا في رحلة ما بين الموت والحياة بسبب حوادث مروا بها، كما الغرق والاختناق والنزيف الداخلي والنزيف الدماغي والعمليات الجراحية بصفة عامة اللي تدخلهم في غيبوبة وإلا توقف عندهم نبضات القلب لفترة معينة. معظم الأشخاص اللي مروا بالتجارب هذه ونجوا منها الكلهم حسوا بلحظة الانفصال عن الجسد، قالوا إنهم شافوا أنفسهم يطيروا بسرعة كبيرة في نفق طويل ومظلم، لكن في آخر فما نور ساطع، نفس النور اللي وصفه سائق القطار واللي اتفق على وصفه معظم الناس اللي عاشوا التجربة. وفيهم اللي قالوا انهم شافوا اشخاص في اخر النفق يأشروا لهم باش يرجعوا منين جاوا. التجربة الرهيبة اللي عاشوها مئات الأشخاص حول العالم من مختلف الثقافات والديانات والجنسيات اتفقوا فيها على أوصاف مشتركة: الخفة في الوزن والطيران بسرعة هائلة والنفق المنظم اللي في آخره فما نور ساطع، مع اختلاف أنها كانت تجربة في غاية الفرح بالنسبة لبعضهم وتجربة رعب وهلع شديد بالنسبة لبعض الآخر. التجربة الغريبة هذه أطلق عليها العلماء اسم تجربة الاقتراب من الموت، أو ما يعرف اختصارا باسم NDE. هل إن التجارب اللي عاشوها الأشخاص هذم هو فعلا الشيء اللي يستنانا بعد الموت؟ هل أن كلنا أرواحنا باش تمر في هالنفق المظلم ونعيش نفس الأحداث بالضبط؟
لحد الآن ما عندناش تفسير علمي واضح لتجربة الاقتراب من الموت. بعض العلماء فسروا التجربة اللي يعيشها بعض الأشخاص على أنها هلاوس بسبب الأدوية المخدرة في العمليات، وإلى نقص أكسجين وحتى موت جزء من خلايا الدماغ. فعقلنا الباطن هو اللي يفتح الأحداث والأماكن لتسهيل عملية الموت. لكن في الجانب الآخر، الناس اللي عاشوا التجربة متمسكين برأيهم في أنه اللي عاشوه كان جزء فعلي من مرحلة الموت. خلينا توا نرجع بالزمن لعام 1907، اليوم اللي انتشر فيه هاك الاخبار الغريب اللي يقول ان وزن الروح 21 جرام. نتعرفوا على شخص اسمه دانكن ماكدوغن. دانكن خرج من كلية الطب في جامعة هارفارد وخدم طبيب الوحدة من الأسر في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وكان معروف من الناس على انه طبيب محترم الى جانب اهتمامه الخاص بالارواح. لكن فما حاجه لازمكم تعرفوها، في عشرينات القرن الماضي الناس كانوا في امريكا يعيشوا في حاله تخبط بسبب فكره معينه تكونت عند الناس بعد منشور العالم داروين نظريته الشهيره عن التطور عام 1859، واللي ادعى فيها انه الانسان والقرد ينحدروا من نسل مشترك. نظرية هذه خلت الناس يعيشوا في حالة توهان وفهموها بالغلط، واعتقدوا انه الانسان ما هو الا قرد لكن من غير شعر. وطبعا الكنيسة في وقتها عارضت وبشدة النظرية لانها كانت تشوف انه الروح البشرية ارقى واسمى من ارواح الحيوانات. التضارب هذا في الافكار والمعتقدات اخلق فجوة كبيرة بين العلم والدين، وهذا اللي زاد اهتمام دانكن بالموضوع ودفعوا القيام بواحدة من اغرب التجارب العلمية في العالم، وهذا الكل على أمل أنه يقدر يحسم الجدل نهائيا. وباش يحسم الجدل لازم يثبت أنه الإنسان عنده روح، ولهنا بدت تجربته وتحديدا عام 1901. الشيء اللي لازم تعرفوه هو أنه داكن كان يعتقد أنه الروح ما هي إلا كيان مادي، يعني عنده وزن ويمتلك حيز في وسط الجسم، ونظريته كانت أنه الإنسان وزنه ينقص بعد الموت وهذا بسبب خروج الروح منه، وبعدها يحسب مقدار النقص في الوزن، وبالتالي الوزن اللي ينقص هو وزن الروح. لكن وباش يثبت الصحة متاع نظريته كان يحتاج الأشخاص يجرب عليهم. لكن شكون هذا اللي باش يرضى يموت على خاطر تجربة؟ ولهنا دانكن ولا يلوج على الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ويعيشوا على فراش الموت، مبقاتش في أعمارهم كان ساعات قليلة، وبدأ يطرق من باب الباب ومن بلاصة لبلاصة يلوج على متطوعين للتجربة ويحاول بكل الطرق يقنعهم بالموافقة، وكان يستفز مشاعرهم بخطاب ديني ويسألهم هل من المعقول إنه إحنا مجرد قرود والكتاب المقدس يقول إنه ربنا خلقنا بأرواح ميزنا بها عن الحيوانات. لكن الموضوع كان أصعب من اللي تتصور، شكون اللي باش يوافق يدخل في تجربة علمية وهو على فراش الموت؟ فكل المحاولات انتهت أما بالرفض أو بالطرد، وفي النهاية وصل دار رعاية فيها مجموعة مسنين يعانوا من مرض السل الرئوي وعلى وشك إنهم يموتوا. والمرض هذا كان مثالي بالنسبة لي لأنه يقتل المريض في هدوء، بالتالي يسمح له بوزن الشخص دقة قبل الموت وبعد الموت مباشرة ومن غير ما تكون فما مشكلة في الحركة. بعد برشة محاولات فاشلة قدر أخيرا أنه يقنع عائلة مدينة وصار عنده أول مريض جاهز للتجربة. لكن التحدي الآخر كان في الميزان، لأنه الميزان حساس جدا يقدر يقيس أقل تغير في الوزن، فقرر أنه يصنع ميزان يشبه ميزان الحرير. في نهار 10 أفريل عام 1901 انقل دانكن أول مريض في تجربته السرير مرتبط بالميزان اللي صنع، وقعد يراقب ويستنى في المريض يموت. وبما أنه ما فماش معدات طبية في وقتها تقدر تحدد بالضبط وقت الوفاة، فكان مضطر أنه يستخدم سماعات طبية وحطها على صدر المريض وبقى يسمع في دقات قلبه ويستنى لليوق. بعد 3 أسابيع و40 دقيقة طاحت ذراع الميزان واستقرت مكانه، وكانت هذه هي اللحظة اللي خرجت فيها الروح. من هنا دانكن اكتشف أن وزن الجسم نقصت منه 21 جرام. هل معقول أنه يكون هذا وزن الروح؟ باش يثبت دانكن نظريته
ويعتمد نتيجة رسمية لازم يطبقها على أكثر من شخص، وقدر فعلا أنه يقنع 5 مرضى أخرين، 3 بالسل، 1 مريض سكري، والأخراني عنده مرض مجهول. التجربة هذه استمرت 5 سنين بمساعدة مجموعة من الأطباء. استثنى دانكن نتائج المريضين 5 و6 واعتمد على نتائج 4 مرضى فقط من أصل 6، وطلع بنتيجة أنه الإنسان كيموت يفقد من وزنه 21 جرام. وباش يسد دانكن الطريق على أي شخص ممكن يشكك في النتيجة ويقول أنه النقصان كان نتيجة خروج أنفاس من جسم المريض، قرر أنه يطبق نفس التجربة على روح. ارقد في السرير اللي مربوط بالميزان وحاول يعمل زفير قوي خرج به الهواء اللي في بدنه الكل، والنتيجة كانت انه وزنه ما تأثرش بالعملية هذه، وهذا بالنسبة له كان كفيل بتكميم فم اي شخص يشكك في النتيجة. بعد 6 سنين تكتم نشرت مجلة تايمز النتائج. النتائج اللي حصل عليها دانكن والاخبار كان بمثابة صدمة كبيرة للناس. كانت هذه اول مرة في التاريخ تخالف فيها صحيفة التايمز قواعدها التحليلية وتنشر تجربة قبل ما تنشرها صحيفة علمية، والتجربة ولت معروفة باسم 21 جرام. وطبعا دانكن واجه انتقادات كبيرة في الأوساط العلمية وشككوا في مدى دقتها، لكن هو أصر على أن نقص الوزن حصل بالضبط وقت الوفاة، بالتالي هو وزن الروح. مرت الأيام وحاول دانكن يواصل تجاربه، لكنه فشل في إقناع عدد أكبر من المرضى، خاصة أنه بعضهم اعتبرها تدنيس للمقدسات المسيحية، لكنه ما يأسش وقرر أنه يطبق تجاربه على الكلاب. والمفاجأة الصادمة أنه ولا واحد منهم فقد جرام واحد من وزنه وقت الوفاة. النتائج هذه كانت متطابقة مع اعتقادات دانكن هو أنه الكلاب ما عندهاش روح، لكن العلماء اللي شككوا في التجربة قالوا أنه الكلب ما فقدش وزنه على خاطره يلهث. دانكن ما سمعش كلامه وكان عازم على مواصلة تجاربه، وقرر يوصل بالتجربة المرحلة أبعد وهي مرحلة تصوير الروح، وبالشراكة مع جامعة بنسلفانيا اللي كانت وقتها مشهورة بتجارب الأشعة. وفي التجربة هذه اعتقدوا انه الروح باش تخلي العظام اقل ظلمة في فيلم الأشعة، بالتالي باش تظهر بشكل اوضح في وقت الوفاة. لكن في عام 1920 توفى دانكن من غير ما يتمكن من اجراء تجربته، وبقى حلم تصوير الروح ومشاهدتها واحدة من اكثر الاشياء اللي سعى وراها برشا علماء من بعد. الا انه التعرض لكثير من الانتقادات، وخاصة انه التجربة ارتكزت فقط على 4 عينات ومواجهة مشكلة في دقة الميزان في نفس الوقت، فما تفسيرات علمية اكثر منطقية لفقدان الوزن بعد الموت، والشيء هذا كفيل بعدم اعتراف بالتجربة في الاوساط العلمية حتى مع الضجة اللي عملتها. لكن من ناحية اخرى ألهمت برشا ممثلين مخرجين باش يعملوا عليها أفلام، والأفلام هذه حققت نجاحات كبيرة في دور السينما وتركت السؤال مفتوح للناس، شنو اللي يستنى الإنسان بعد موته؟ السؤال اللي كان وما زال أحد أهم الأسئلة اللي حيرت عقول البشر على مر التاريخ. وانتي اللي تتفرج فيها حسب رأيك، هل أن تجربة وزن الروح لدانكن كانت منطقية؟ شاركونا في التعليقات.